شهد وزير العمل محمد جبران اجتماعا بشان خطة تطوير الجامعة العمالية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر. خلال الاجتماع طلب وزير العمل من الأطراف المعنية المشاركة سرعة تقديم تصور عام عن خطة التعاون والتطوير والاتفاقات المقررة والتي تشمل البنية التحتية لكافة الفروع وكذلك النهوض بالعملية التعليمية من كافة جوانبها بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج لعرضه على الجهات المختصة.